يحكى أن امرأة تعيش في إحدى القرى ذهبت إلى عالم كانت تظنه ساحر، وطلبت منه أن يعمل لها عمل سحري بحيث يزداد حب زوجها لها. في آخر فترة كانت تعاني منذ بداية حتى زواجهم من كثرة شكواه وتذمره من الحياة معها. كان هذا العالم حكيم ومربي، فقال لها: إنك تطلبين شيء ليس سهل أبدا، فهل أنت مستعدة لتحمل تكاليف العلاج؟ قالت: نعم. قال لها: إذن فلتحضري لي شعرة من رقبة أسد، وإن أحضرتيها قمت بعمل اللازم. قالت مستغربة: أسد؟ قال: نعم. قالت: كيف؟ والأسد حيوان مفترس، لا أضمن أن يقتلني، ما في طريقة أسهل وآمنة وبسيطة؟ قال: أبدا، لا يمكن أن يتم لك ما تريدين وما تطلبين من محبة زوجك لك إلا بعد أن تأتيني بشعرة أسد. ممكن إذا فكرت جيدا وخططت سوف تجدين طريقة مناسبة لتحقيق مرادك، وها أنا بانتظارك. راحت هذه الامرأة من عند شيخ وهي تضرب يعني أخماس بأسداس بتفكر كيف ممكن أن تحصل على الشعرة المطلوبة. استشارت من حولها من النساء في الحي، قالوا: إن الأسد لا يفترس إلا إذا جاع، قد تنجحي بمهمتك إن أشبعتيه وتأمني شره. أخذت هذه الامرأة بنصيحة جاراتها، ذهبت إلى الغابة القريبة منها وبدأت تبحث حتى وجدت أسد، فبدأت ترمي لهذا الأسد قطعا من اللحم، تبتعد، تعود ثاني يوم ترمي مجموعة من اللحم وتبتعد. استمرت على ذلك لعدة أيام حتى ألفت الأسد وألفها مع الزمن. في كل مرة كانت تقترب منه أكثر، إلى أن جاء اليوم الذي تمدد الأسد بجانبها وهو لا يشك في محبتها له، فوضعت يدها على رأسه وأخذت تمسح بها على شعره ورقبته بكل حنان. وبينما الأسد في هذا الاستمتاع والاسترخاء، لم يكن أبدا من الصعب عليها أن تأخذ الشعرة بكل هدوء، ما أن أحست أنها تمكنت من إحدى هذه الشعرات حتى أخذتها وأسرعت لمن؟ للرجل الذي كانت تظنه ساحرا وأعطته الشعرة، والفرحة تملأ نفسها بأنها بهذه الشعرة سيكون معها علاج مأساتها التي تعيشها مع زوجها. لما رأى العالم هذه الشعرة سألها: ماذا فعلت حتى استطعت أن تحصلي على شعرة أسد؟ شرحت له خطتها ترويض الأسد، تلخصت يعني مبدئيا بمعرفة المدخل لقلب الأسد. بعد ما سألت علمت أنه جوع هذا الأسد ممكن يكون طريقة فعلا إلى أن تتملك من قلبه، فاشتغلت على هذا الموضوع. طال الأمر قليلا فاحتاج منها إلى شيء من الصبر حتى تحقق هدفها. هنا قال لها العالم: يا أختي، زوجك ليس بأكثر شراسة من الأسد، ويكفيك أن تفعلي مع زوجك ما فعلت مع الأسد، وتصبري على ذلك فتملكي قلبه. كثير أشياء يا جماعة بحياتنا نكون إحنا معقدينها، لكن لما يكون يعني في إرادة حقيقية، في هدف بدنا نوصل له، بشوية تخطيط بشوية صبر بنوصل عليه وبنوصل له. يمكن هاي قصة رمزية بس ممكن فعلا تكون واقعة. لو أراد إنسان إنه يروض أسد بروضه، لكن تعال خلي علاقتك مع صديقك مع صديقتك مع زوجتك مع زوجك جيدة، ما عم بنتعب حالنا حتى نوصل لهذه المرحلة. بدها شوية تعب، بدها شوية إصرار، بدها شوية تخطيط، بدها الأهم من ذلك كله الصبر مع الشغل للوصول إلى النتيجة والهدف.